بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اقرأ يا بني وارفع صوتك بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بلى حرف جواب أصلي الألف. قال الأصل بلى والألف زائد. الشيخ رحمه الله يقول يقول: بلى حرف جواب قال أصلي الألف. ما اسمك؟ سليم. هل فهمت شيئا مما قرأت؟ هو يقول بلى حرف جواب. حرف ايه يا شيخنا؟ جواب. أقول مثلا: ألست أستاذك؟ تقول بلى. ألم أشرح لك الدرس؟ تقول بلى. فهو ده حرف جواب. قال أصلي الألف، يعني بلى هذه الألف حرف أصلي. حرف يا شيخنا إيه؟ ليس زائدا. يبقى بلى حرف جواب أصلي الألف، يعني ألفه أصل. صح يا شيخنا؟ يبقى مكون من ثلاث أحرف: بلى، باء، ولام، وألف. هل فهمتم؟ زي كلمة سعى، فهو يقول الألف أصلي. طيب، وقال جماعة. يبقى نلاحظ أن شيخنا قال إن بلى حرف جواب أصلي الألف، يعني الألف أصل من أصول الكلمة. وقال جماعة لم يذكرهم، يعني عبر إيه بالنكر كده، قال جماعة. الأصل بل، الأصل يا أولاد إيه؟ بل. يبقى تصبح الألف إيه؟ زائدة. صح؟ طيب. قال الأصل بل والألف زائدة. وبعض هؤلاء الذين قالوا إن الألف زائدة قالوا إنها للتأنيث. إنها يا شيخنا إيه؟ يا سلام. طيب إزاي التأنيس؟ قالوا ده اسمه تأنيس الحرف، زي مثلا يعني كلمة ثم تقول ثم تا، رب تقول رب تا. فاهمين يا أولادي؟ فالعرب إذا أرادت أن تثني الحرف تثني بإيه؟ ها؟ بتاء يا أولادي؟ التأنيس. رب نقول رب تاء، ثم تاء. صح يا أولادي؟ طيب، لكن لاحظ إن بلى ساكنة يا شيخ. صح؟ فهم قالوا إن البأد إن الألف هذه للتأنيس، لتأنيس الحرف، يعني لتأنيس إيه؟ الحرف. صح يا أولادي؟ طيب إيه الدليل على أنها التالي للتأنيس؟ قال بدليل إمالة. بدليل يا أولادي؟ بل دي اسمها إمالة يا شيخنا، أن تنحو بالفتحة ناحية الإيه؟ الكسرة. زي والضحى أقول والضحي، طه طه، دي اسمه إمالة يا شيخنا. هم استدلوا هؤلاء القائلون بأن الألف دي للتأنيث، قال بدليل إمالة، يعني ممكن لغة من لغات العرب تميلها يعني. قال تختص بالنفي وتفيد إبطاله. انتبه يا شيخنا للكلام الجميل. ها، اسمها تختص ايه؟ بالنفي، وتفيد ايه؟ إبطاله. طيب، هل فهمت ما أقول؟ طيب، سواء كان مجردا يقصد مجرد من الاستفهام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
زعم الذين كفروا، انتبه، أن لن يبعثوا، أو ده نفي يا شيخنا، لن يبعثوا. القرآن قال إيه؟ قل بلى وربي لتبعثن. إذن كلمة بلى مختصة بالنفي يا شيخنا، والنفي هنا مجرد من الاستفهام، صح يا ولادي؟ مجرد منين؟ هذا معنى كلمة مجرد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بلى وربي لتبعثن. بلى يبدا حرف جواب مختص بالنفي، والنفي كما عرفنا الآن مجرد من إيه؟ طيب، أو ممكن يكون مقرونا بالاستفهام حقيقيا، أليس زيد بقائم؟ تقول بلى. في القرآن الكريم ألست بربكم؟ قالوا بلى. سيدنا عبد الله بن عباس قال لو قالوا نعم لكفروا، لأن بلى مختصة بإيه؟ بالنفي. لو قالوا نعم يبقى كفروا، معناها نعم أنت لست ربنا. فاهمين يا أولاد ولا؟ إذن بلى مختصة بالنفي، مختصة يا أولاد، ها، وتفيد إبطاله. ده نقطة مهمة يا شيخنا. لو قلت لك هل أنت إسلام؟ تقول نعم. ما هي نعم حرف جواب بس مش مختص بالنفي يا شيخنا، صح ولا لا؟ هل ذاكرت الدرس؟ تقول نعم. هل سافرت إلى مصر؟ نعم. طيب هل أنت أستاذ؟ تقول لا. فده نعم ده مش مختصة بالإيه؟ عايزين بلى مختصة بالنفي وتفيد إبطال النفي. هل وعيت ما أقول؟ فهمت يا أخانا؟ طيب الحمد لله رب العالمين. فهمت يا زليخة؟ طيب يبقى الاستفهام حقيقي يا شيخنا، الاستفهام إيه؟ أليس زيد بقائم؟ تقول يا شيخنا بلى. يبقى الهمزة دي اللي هي قبل ليس دي، ده استفهام حقيقي، استفهام يا شيخنا. وممكن يكون تقريريا، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. إيه المقصود بالاستفهام التقريري؟ ما اسمك؟ محمد. ما المقصود بالاستفهام التقريري؟ قل لا أعلم. هل تعرف؟ أيوة، حمل المخاطب على الإقرار بما ثبت عنده. ولذلك الملائكة تسأل أهل النار عياذا بالله، يقول ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. يبقى حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه، ده اسمه إيه؟ استفهام يا شيخنا تقريري. فهم يا محمد؟ يعني لما يقول مثلا ألم أشرح لك الدرس؟ تقول بلى. يبقى ده حمل المخاطب على الإقرار يعني بما ثبت عنده، صح يا شيخنا؟ طيب وبعدين ألست بربكم؟ أهو ده برضو استفهام يا شيخنا تقريري. يا سلام، أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلى. يا ولد ما إسلام فهم حاجة؟ أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ببلى. طبعا أنت مش فاهم حاجة، ما الاستفهام التقرير ده يجري مجرى إيه؟ النفي. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، ده نفي مجرد يا شيخنا. أو الاستفهام التقريري أجراه العرب في كلامهم مجرى النفي، مجرى يا شيخنا النفي اللي هو لن يبعثوا دي. عشان كده يا شيخنا إيه جرى مجرى، يبقى قالوا بلى. زي ما أولادي إيه، مش إحنا قلنا إن بلدي مختصة بالنفي؟ أو الاستفهام التقريري يجري مجرى النفي تماما، صح ولا يجري إيه يا أولادي؟ عشان كده إيه أجابوا بكلمة بلى. طيب ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس يقول لو قالوا نعم لكفروا. لو قالوا نعم يا شيخنا، لأن كلمة نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب. إيه معنى تصديق للمخبر؟ لو قلت لك، انتبه، لو قلت لك
سافر أخوك إلى مكة، ده كلام خبري ولا إنشائي؟ يا أولادي ردوا، يعني يحتمل الصدق وهي والكذب. تقول نعم، يعني أنت صادق فيما أخبرت به. ما سافر أخوك إلى مكة؟ تقول برضو نعم. فاهم؟ يعني أنت صادق، يعني واضح يا شيخنا؟ يبقى قالوا إيه يا مولانا؟ ها؟ ولذلك قال عبد الله بن عباس لو قالوا نعم لا إيه شيخنا لكفروا. وجه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إجاب، صح؟ يبقى الآية القرآن ألست بربكم؟ قالوا يا شيخنا بلى، ما قالوش إيه نعم، لأن قلنا بلى مختصة بالنفي بعكس نعم يا شيخنا، ممكن إيه تختص بالنفي أو بالإثبات، وهو تصديق للمخبر، تصديق للإيه للمخبر يعني للمتكلم يعني. طيب، ولذلك قال جماعة من الفقهاء لو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمته. يا سلام، شوف النحو يحتاج، يعني الفقه نفسه يحتاج إلى إيه؟ إلى نحو. أنت قلت لأخيك محمد أليس لي عليك ألف؟ يعني أنا أعطيتك ألف عن طريق الإيه؟ يعني السلفة يعني، فهم يا شيخنا؟ فقال بلى إذا لزمت، دي اعتراف منه أنك أنت أعطيته ألف، صح يا شيخنا؟ طيب، ولو قال نعم لم تلزمه، لو قال نعم إيه؟ لاحظ يا محمد يا إسلام، لما قال أليس لي عندك، أليس، إحنا قلنا الهمزة دي استفهام، استفهام إيه؟ تقريري، استفهام إيه؟ يعني قر واعترف، أليس لي عليك ألف؟ قال بلى، يبقى لزمته. طب لو قال نعم، يبقى ده حرف إيه؟ تصديق، حرف إيه؟ معناها ليس لي، ليس لك علي ألف. شفتوا دقة اللغة يا أولادي؟ لو قال نعم لا تلزمه، ولو قال بلى يبدأ إقرار يا شيخنا. نفس الآية القرآنية ألست بربكم قالوا، قال لو قال نعم لكفروا. طيب، وبعد ذلك قال إيه يا أولادي؟ قال وجروا إيه؟ إيه؟ أيوة، وجروا في ذلك على مقتضى العرف للغة، على مقتضى يا شيخنا، أيوة، من اللي جروا في ذلك؟ أه؟ لا، الفقهاء، مش القائل أليس أليس لي عليك ها ألف، صح؟ لو قال بلى يبقى إيه لزمته، ولو قال نعم لم تلزمه. قال وجروا أي الفقهاء في ذلك على العرف، يعني فيما تعارف عليه الناس، واخد بالك؟ لا على اللغة. سمعت ولد ولا؟ طيب، أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمته، ولو قال نعم لم يلزمه. وقال آخرون تلزمه فيهما، تلزمه يا ولد إيه؟ يا ولد رد، أهو ده، ده اللي بيقول إيه العرف يا شيخنا. يعني لو قال محمد إجابة على سؤالك أليس لي عليك ألف؟ قال بلى. أليس لي عليك ألف؟ قال نعم. العرف كلمة نعم هي نفسها بلى في العرف يا شيخنا، يعني عرف الفقهاء وليس عرف أهل اللغة يعني. فهم قالوا يا شيخنا وجروا في ذلك على مقتضى العرف للغة، لأن اللغة محددة، لما تقول بلى يبدأ إقرار يا شيخنا، لو قلت نعم يبقى إيه؟ إخبار بس، صح يا أولادي؟ طيب، ونازع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس وغيره في الآية مستمسكين بأن الاستفهام التقريرية خبر موجب، ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متصلة في قوله أفلا تبصرون أم أنا خير، لأنها تقع بعد الإيجاب، وإذا ثبت أنه إيجاب
فنعم بعد الإجابة تصديق له، انتهى. عايزين نفهم كلام كلمة السهيل ده. سامع يا إسلام؟ أنا قلت لك وللحاضرين إن بلى حرف جواب، حرف إيه؟ مختص بالنفي، مختص يا شيخنا؟ أيوة. النفي ده سواء كان مجرد من الاستفهام أو فيه استفهام، يعني إذن هو ده يا شيخنا بلى مختص بالنفي سواء كان مجرد من الاستفهام أو لم يكن مجردا، واضح؟ طيب والآية الكريمة واضحة، ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا يا أولادي بلى. سيدنا عبد الله بن عباس قال لو قالوا نعم لإيه؟ لكفروا. الشيخ السهيلي ده عالم من علماء النحو قال نازع السهيلي وغيره في المحكي عن ابن عباس. إن المنازعة حصلت إزاي؟ قالوا لا، كلام ابن عباس ده هنرد عليه. طب ترد على حبر الأمة؟ هو يا شيخنا شايف كده؟ قال الاستفهام التقريري خبر موجب. ايه معنى الاستفهام التقريري خبر موجب؟ دي انتوا طبعا مش فاهمينها صح؟ يا ولادي ردوا، ردوا عليها بس، ردوا ما تكلموش، ردوا بس. لو قلت لك يا إسلام سافر أخوك إلى مكة، ده كلام خبري ولا إنشائي؟ خبري صح؟ أيوة. طيب الآية الكريمة ألست بربكم؟ قالوا بلى. بلى ده معناها أنت ربنا، أنت يا شيخنا، يعني القرآن بيقول ألست بربكم، في همزة استفهام وبعدها نفي اللي هو ليس، يعني المهو الاستفهام التقرير ده معناه خبر موجب. فلما أقول لك يا شيخنا ألم يسافر أخوك إلى مكة، فتقول يا شيخنا إيه؟ بلى. بلى دي معناها إيه؟ يعني سافر أخوي إلى مكة. فبيقول لك هو الاستفهام التقرير ده خدت بالك هو خبر موجب، خبر يا شيخنا. وإذا كان خبر موجب يجوز أنك أنت تستعمل معاه نعم. إذا لفظه غير معناه، لفظه فيه يا شيخنا استفهام ونفي، لكن معناه خبر موجب. أليس أخوك بمسافر؟ تقول بلى. هي معناها أخويا مسافر. طب إذا كان أخويا مسافر معناها كده يبقى ممكن إيه؟ تدخل نعم. ده كلامي يا أولادي السهيلي، كده فهمت يا مولانا؟ طيب وإذا ثبت أنه إجاب فنعم بعد الإجابة تصديق له. شفت بقى الكلام؟ يعني إذا كان معناه، إذا كان معناه سافر أخي إلى مكة يبقى إيه؟ كلمة نعم تصديق لهذا الإجاب. ده كلامين يا شيخنا. قال ويشكل عليهم، ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب بها الإجاب، وذلك متفق عليه. بدأ سيدنا ابن هشام يرد على إيه؟ السهيلي. قال يشكل عليهم، يعني هذا الكلام الذي قلته هيحصل فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ أن بلى لا يجاب بها الإجاب، ها لا يجاب بها إيه؟ لأن قلت لك يا إسلام هي مختصة بإيه؟ بالنفي. فلو قلت سافر أخي إلى مكة لا تقل بلى، لازم تكون يا شيخنا نعم. يبقى الإشكال الذي أورده ابن هشام على السهيلي الذي نازع كلام ابن عباس، قالوا لا ده في مشكلة، لو أخذنا بكلامك هتبقى في مشكلة، إن احنا قلنا بلى مختصة بالنفي، فلما يكون الكلام مثبت لا تأتي بلى،
سافر أخوك إلى مكة؟ تقول نعم. ما سافر أخوك إلى مكة؟ تقول برضو نعم. ده حرف إيه يا شيخنا؟ حرف إيه؟ إجاب. واخد بال حضرتك اللي هي ما تسبقش. سمعنا يا شيخنا؟ طيب ولاحظ، فده اسمه حرف تصديق يا شيخنا. إذن لما قال الشيخ السهيلي إن معناها الإجاب، والإجاب تنفع فيه لن للتصديق، قال لا هيشكل عليكم إنه إيه، إن بلى لا تجاب في إيه يا شيخنا، لا تجاب في إيه، في المثبت، يعني لازم يكون نافيا. طيب ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد، ففي صحيح البخاري في كتاب الإيمان أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. وفي صحيح مسلم في كتاب الهبة: أيسرك أن يكون لك في البر سواء، أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وفيه أيضا أنه قال: أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال المجيب: بلى. وليس لهؤلاء أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل. طبعا سيدنا الشيخ ابن هشام رحمه الله من عادته في كتبه أنه يورد اعتراضا ويجيب على هذا الاعتراض. هو رد على السويلي قال له إن بلى مختصة بالنفي فلا تدخل على الإجاب. لو قلت لك سافر أخوك إلى مكة تقول نعم، ولا تقول يا شيخنا بلى. طيب ما رأيك في أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها كلام خبري ومع ذلك قالت يا شيخنا، قالت يا شيخنا بلى؟ اسمع كده الحديث الأول: أترضون. طبعا هنا في استفهام لكن ما فيش نفي، ما قالش أليس، صح يا شيخنا؟ في استفهام فقط. طيب أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا بلى. ما قالوش يا شيخنا إيه؟ نعم. وذا قلنا استفهام ليس مصحوبا بنفي، المفترض حسب قاعدة النحو يجاب به يا شيخنا بنعم. طيب وفي ذلك في صحيح مسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ يعني هذا الصحابي أراد أن يعطي ولده الصغير يعني شيء من الهبة، قال هل أعطيت أولادك؟ قال لا هو ده بس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. صح يا شيخنا؟ وحسب القاعدة النحوية نقول يا شيخنا نعم. طيب ألست، طيب في الحديث: أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب: بلى. شوف أنت الذي يعني كلام إجابه، ما قالش يا شيخنا إيه نعم، قال بلى. صح سيدنا الشيخ قال: وليس لهؤلاء يعني السهيلي ومن إيه ومن فق أن يحتجوا بذلك، قال لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل. يعني أقصد القليل يقتصر فيه بالسماع، يعني يحكى ولا إيه، يعني يحكى فقط بس. واعلم أن تسمية الاستفهام في الآية تقريرا عبارة جماعة، ومرادهم أنه تقرير ما بعد النفي كما مر في صدر الكتاب وفي موضع بحث أوسع من هذا في باب النون. فهم حاجة يا شيخنا؟ المقصود بالاستفهام التقريري، قال واعلم أن تسمية الاستفهام التقريري في الآية تقرير إيه؟ عبارة جماعة ومرادهم تقرير بما بعد النفي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالوا ده استفهام يا شيخنا تقريري. احنا قلنا الاستفهام ده حمل المخاطب على الإقرار بما ثبت عنده أو بما ثبت لديه يعني. قالوا المراد بالتقرير تقرير ما بعد النفي. ما بعد يا شيخنا النفي. طيب فين النفي يا شيخنا؟ ها؟ لا، مش كلمة ألست تو بربكم صح؟ فقالوا المرادهم إن تقرير ما بعد إيه؟ النفي. تقرير ما بعد إيه يا شيخنا؟ النفي. طيب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، اللي بعد النفي اللي هو لن يا شيخنا، لن أهو ده التقرير. النفي ملوش التقرير ده يعني. قروا بإيه؟ بالبعث. يبقى استفهام تقريري المراد به اللي بعد النفي، اللي بعد يا شيخنا النفي. هما قالوا لن يبعثوا. كلمة يبعثوا يعني قروا بالبعث. طب ألست بربكم؟ أدي ليس اللي تفيد النفي، وتاديا اسمها يعني أنا ربكم. قروا بأني أنا ربكم. يبقى عايز يقول لك الإقرار ما بعد الإيه ده عند جماعة يعني، لكن جماعة أخرى قال هو الأسلوب نفسه أسلوب إيه يا شيخنا؟ تقرير. يعني الاستفهام مع الهم، يعني الاستفهام بالهمزة دي وبعدها ليس أو بعدها لم، هو ده كله استفهام تقريري صح؟ لكن جماعة قال لا، التقرير المقصود به اللي بعد النفي، اللي بعد يا شيخنا. يعني اسمع يا أستاذ، لما أقول ألم أشرح لك الدرس، إذا ما بعد اللم دي ألم أشرح لك الدرس، أو لازم تقر بقى بأن أنا فعلا شرحت لك، يعني معنى بلى أنت شرحت لي الدرس، أنت شرحت، يبقى بلى أنت شرحت لي الدرس. ألست بربكم؟ بلى أنت ربنا. يبقى فاهم يا شيخنا؟ يبقى هو المقصود بالتقرير ما بعد النفي، يعني أنت عليك أن تقر بما بعد النفي مش بالنفي يا شيخنا. ولذلك أهو ألم أشرح لك الدرس؟ تقول بلى شرحت لي الدرس. طيب ألست أستاذك؟ تقول بلى أنت أستاذي. واضح يا شيخنا؟ أظن كده واضح يعني. اقرأ يا شيخنا الكلمة إيه؟ بيدة دي. بيدة ويقال ميدة بالميم، وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها، وله معنيان، أحدهما غير، إلا أنه لا يقع مرفوعا ولا مجرورا بل منصوبا، ولا يقع صفة ولا استثناء متصلا، وإنما يستثنى به في الانقطاع خاصة. ومنه الحديث نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. في الشافعي رضي الله عنه بائد أنه، وفي الصحاح بيد بمعنى غير، يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل. يا سلام. وفي المحكم طبعا ده كلام يا أولادي جميل يعني. أهي بيدة، وفي لغة من اللغات يقول ميدة، بس المشهور كلمة بيدة دي. وطبعا يعني الصحاح كتاب من كتب اللغة، قال بيدة بمعنى غير، وده اللي يعنينا في الم... يبقى بيدة معنى إيه؟ لما أقول مثلا إنه كثير المال بيدة أنه بخيل، بمعنى إيه شيخنا؟ ها؟ غير أنه إيه؟ بخيل. وده ملازم للإضافة. طب أين المضاف إليه؟ ما أن والصلة بتاعتها يا شيخنا هي ده المضاف إليه صح؟ غير أنه إيه؟ بخيل. يبقى أن حرف توكيد ونصب، والهادة اسمها، وبخيل خبرها، والجملة كلها في محل جر مضاف إليه صح؟
إنه كثير مال غير إيه شيخنا أنه إيه بخيل، صح يا مولانا؟ فعشان كده قال إيه وهو اسم ملازم للإضافة إلى أن وصلتها، إلى أن وصلتها، واضح يا شيخنا؟ يبقى أن لما قل وأن تصوموا يعني صيامكم، أهي أن مع ما بعدها يؤول بإيه؟ بمصدر. كذلك لما قل مثلا اعلموا أن الله شديد العقاب، يعني اعلموا شدة عقاب الله يعني، فهنا كلمة غير أضيفت إلى أن واسمها وخبرها، غير أنه بخيل. وبعدين وقال وفي المحكم أن هذا المثال حكاه ابن السكين، وأن بعضهم فسرها فيه بمعنى على، وأن تفسيرها بغير أعلى. يا سلام، يعني يقول إنه كثير المال، بيد أنه هي كلمة على أنه بخيل، على أنه إيه؟ طيب، وأنا تفسيرها بغير أعلى. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى بعضهم فسرها بمعنى على، لكن تفسير بغير ده أعلى، يعني معنى أعلى في البخل يعني. والثاني أن تكون بمعنى من أجل، قال صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش، واسترضعت في بني سعد ابن بكر. الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني، يعني إيه معناها شيخنا؟ إيه ها؟ أيوة، بيد أني من إيه؟ من قريش. أن تكون بمعنى من أجل، يعني أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني، معناها إيه؟ من أجلي، يعني بيبين العلة والسبب في أنه أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. يعني هنا بتفيد من، يعني السببية، السبب أنه أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. لكن سيدنا مالك قال هنا بمعنى غير، لما قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم غير أن، أي شوف جاب صراحة، غير أن سيوفهم، اللي بيد أن سيوفهم، يبقى بيد بمعنى إيه؟ هو ده كلام مين يا شيخنا؟ ابن مالك رحمه الله. طبعا وأتى ببيت من الشعر يا أولادي، طبعا اللي قالوا بمعنى من أجل، خدت بالك يا شيخنا؟ ما جابش يعني إيه أدلة. طيب، وأنشد أبو عبيدة على ما جاء بمعنى من أجل، قال عمدا فعلت ذاك بيد أني أخاف إن هلكت أن ترني. عمدا فعلت ذاك بيد أني، يعني من أجل أني أخاف، يعني هنا بتبين إيه السببية يا شيخنا. يبقى عمدا فعلت ذاك، ليه فعلت ذاك؟ قال بيد أني، يعني من أجل أني أخاف. يبقى عندنا يا شيخنا رأيان، يعني رأي قال إنه معنى من أجل، من أجلي ببين السبب يعني، وبعضهم اللي هو قال ابن مالك إيه بمعنى يا شيخنا غير أني ترني، معنى ترني يعني قل من الرنين اللي هو الصوت يعني. احنا كده انتهينا، ان شاء الله المحاضرة القادمة نقدر كلمة بلها دي، بلها قال بلها على ثلاث أوجه، اسم لدع، ومصدر بمعنى الترك، واسم مرادف لكيف. نشوف الكلام ده يا أولادي، وما بعدها منصوب على الأول ومخفوض على الثاني ومرفوع على الثالث، وفتحها بناء على الأول والثالث وإعراب على الثاني.
وقد روي بالأوجه الثلاثة قول الشاعر: تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بلها الأكف. طيب، اقرأ لي يا شيخ ما إسلام الكلام ده يا شيخ. بلها على ثلاثة أوجه: اسم لدع ومصدر بمعنى الطرق، واسم مرادف لكيف، ما بعدها مفهوم على الأول ومفهوم على الثاني ومفهوم على الثالث. طيب اسمع كده يا شيخنا، بلها على ثلاثة أوجه: اسم لدع، معنى اسم لدع يعني اسم لهذا اللفظ، وهو دع بمعنى أترك، وده من أسماء الأفعال. الشاعر يا مولانا الإسلام بيصف شجاعته مع قومه في محاربة الأعداء، فيقول: تذر الجماجم ضاحيا هاماتها. أخذ بالك يا شيخ، السيوف عندما يضرب أعناق أو رؤوس الأعداء فيصف شجاعته مع قومه، يقول هذه السيوف، قال: تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، يعني عندما يضرب بالسيف رأس العدو هذه الرأس تنفصل عن الجسد، فوقت الضحى يعني بتأتي عليها الشمس، عشان قد ضاحيا هاماتها في وقت الضحى ظاهرة للجميع يعني. ثم قال: بلها الأكفاء. اسمع يا شيخنا، بلها الايه؟ أهبلها ده اسم فعل أمر بمعنى أترك، أترك ذكر الأكف، يعني إذا كانت الرأس أصلا بمجرد ما ضربت طارت يا شيخنا، فمن باب أولى ايه؟ الأكف اللي العدو ماسك السيف بيها يعني. فهو قال لما أقول ايه، ها بلها الأكف، اعتبرناها يا شيخنا ايه؟ ها؟ ده اسم فعل بمعنى ايه؟ اترك. عارفين الفرق بين الفعل واسم الفعل؟ يعني الفعل الامر له علامة ان يدل على طلب وان يقبل يا المخاطبة. اجلس، اقول اجلسي، ده فعل امر يا شيخ. طيب في عندنا حاجة اسمها اسم فعل، يعني يدل على الفعل ولكن لا يقبل علامته، كلمة صه، لا تقل الأنثى صهي، فاهمين يا أولادي؟ فاسم الفعل يدل، اسم الفعل الأمر يعني يدل على الأمر لكن إيه؟ لا يقبل علامته اللي هي المخاطبة يعني، صح يا أولادي؟ طيب، فلما قال، اسمع في البيت بلها، قال اسم لدع، إيه المقصود باسم لدع؟ يعني اسم فعل أمر زي صه كده يا شيخ. يبقى عندنا لما قال ايه، ها بلها الأكفة يعني اترك ايه الأكفة، قال بلها على ثلاث اوجه: اسم لدع، معنى اسم لدع يعني ايه يا ولد، ها يعني اسم فعل امر بمعنى اترك الأكفة، وساعتها يبقى الأكفة مفعول به ايه لكلمة دع دي، بلها دي بمعنى ايه اترك، صح يا شيخنا؟ طيب صلاته على الرسول. طيب يبقى لما قال بلها الأكفة، يبقى بلها أقول إيه يا شيخنا، اسم فعل أمر بمعنى أترك، أترك الأكفة، صح يا شيخنا؟ عشان يبقى مفعول به، واضح يا أولادي؟ طيب يبقى لما قال يا مولانا إيه، قال يا سيدنا: اسم لدع ومصدر بمعنى الترك، واسم مرادف لكيف، وما بعدها منصوب على الأول، الأول هو إيه، ها اسم لدع يعني اللي هو اسم فعل أمر، يبقى أتر يعني دع الأكفة معناها أترك الأكفة، صح يا مولانا؟ طيب مصدر بمعنى الترك، مصدر إيه شيخنا؟ بمعنى إيه الترك، وده مخفوض على الثاني. لما أقول يا مولانا الكريم بلها إيه شيخنا الأكف، هي
بلها ايه؟ ايوه اهي بلها لا كف ده قال مصدر بمعنى الترك لما قال تذر الجماجم ضاحيا هاماتها ترك الاكف ما احنا قلنا يا شيخنا ايه يتعامل عنه ايه يا شيخنا ها مخفوض على الثاني مخفوض يا شيخنا على الثاني يعني ايه على الثاني اللي هو يا شيخنا مصدر بمعنى ايه الترك ها نعم ما هو بيقول ايه يعني قال ايه نشوف يا شيخنا يبقى قال منصوب على الاول لكونه مفعولا به قوله مخفوض على الثاني يعني باضافه المصدر الى المفعول مش انت عندك المصدر بيضاف للمفعول وممكن يضاف للفاعل قال تعالى ولولا دفع الله الناس دفع الله يعني اضيف الى فاعله يعني طب لما قال القرآن فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب فلما قال يا شيخنا بلها لا كفي اعتبار ان بلها ده مصدر صح المصدر ده اضيف الى ايه الى ما بعده يبقى لما قال بلها لا كفي معناها ايه ترك الاكفي يعني اترك ترك الاكفي فاصبح ما بعده مضاف اليه يا مولانا وكلمة بلها مصدر بمعنى ترك يعني صح؟ بمعنى ايه يا ولادي؟ عشان كده قاله وقوله مخفوض على الثاني بإضافة المصدر إلى المفعول به إلى المفعول يعني صح يا شيخنا؟ وقال أبو علي هو مضاف للفاعل مضاف يا شيخنا الفاعل زي ايه؟ ولولا دفع الله الناس والمفعول زي ايه؟ مثل ايه يا شيخنا؟ ضرب الأكفي تعرف إزاي الفاعل من المفعول يا شيخنا رجع الكلمة لأصلها يعني مثلا لولا دفع الله الناس اجعل دفع فعل تقول يدفع الله الناس طيب ضرب الرقاب أصلها إيه اضربوا الرقاب من هنا يتبين ليك هي مضافة للمفعول ولا للفاعل طيب الثالث إيه يا شيخنا الثالث قال مرفوع على الثالث مرفوع على إيه على الثالث صح يعني هو كونه اسم مرادفا لكيف ورفعه لأنه مبتدأ مخبر عنه بما قبله مخبر عنه ايه بما قبله صح يا شيخنا لأن كيف دي إذا جاء بعد هس فيتب خبر مقدم وجوبا كيف حالك كيف يا شيخنا يبقى كيف وأين ومتى الثلاثة دول اسم استفهام خبر مقدم وجوبا لما يكون بعدهم اسم كده متى سفرك أين سكنك كيف حالك لكن إذا جاء بعدها فعل يبقى ديها إيه مبتدأات يعني أقول مثلا كيف أصبحت متى سافرت أين تسكن يبقى في هذه الحالة نعرفها إيه مبتدأ يا شيخنا فهو قال ومرفوع على الثالث مرفوع على ايه على الثالث صح يا شيخنا ايه مرفوع على الثالث قولها كونها اسما مرادفا لكيف ورفعه على انه مبتدا مخبر عنه بما قبله عايز اقول يا شيخنا كيف الاكف يعني فجعل كيف ده يعني اسم استفهام خبر مقدم والأكف هذا المبتدا المؤخر صح يا شيخنا زي كيف حالك كيف ده خبر مقدم والاسم اللي بعده يا شيخنا مبتدا مؤخر صح يا مولانا طيب وإنكار أبي علي على أنه يرتفع ما بعده مردود بحكاية أبي الحسن وقطرب له يعني كون انه الاسم اللي بعده يبقى مرفوع ابو علي انكر هذا ولما انكر هذا الشيخ بدا يرد عليه يعني قال
وإذا قيل بلها الزيدين أو المسلمين أو أحمد أو الهندات احتملت المصرية واسم الفعل. ده قصة ثانية يا أولاد. يعني بلها الزيدين أو الزيدين على إنه مثنى يعني، أو المسلمين أو بلها أحمد، قالت احتملت المصدرية واسم الفعل. إيه المصدرية يا شيخنا؟ بمعنى ترك. طب وإيه المقصود باسم الفعل؟ بمعنى إيه؟ أترك. هو ده اللي يقول. ومن الغريب أن في البخاري في تفسير ألف لام ميم السجدة يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا من بله ما اطلعتم عليه. شوف يا شيخنا، الغريبة أنه كلمة من بله، إن بلها نفسها أجرت بمن، جرت إيه؟ طب إيه اللي خلاه في الغريب ده يا شيخنا؟ يا سيدنا الشيخ، إيه اللي خلاها غريبة يا مولانا؟ يعني قوله فاستعملت معربة مجهول بمن. قال الدماميني هذا الحديث روي بفتح بلها وجرها وكلاهما مع من. سمعنا يا شيخنا؟ يبقى الحديث بيقول ايه؟ من بلها من بلهي، صح يا مولانا؟ اما رواية الجر فقد وجهها المصنف على انها مجرورة بمن يا شيخنا، واما النصب فبلها بمعنى كيف التي يقصد بها الاستبعاد، وما مصدرية اللي هو ما اطلعتم عليه يعني الذي اطلعتم عليه. يبقى كلمة بلها مجرورة بمن، من بله أو من بلها، اعتبرها بمعنى كيف، كيف الذي اطلعتم عليه. بعض العلماء فسرها بغير، قد استعملت معربة مجرورة بمن وخارج عن المعاني الثلاثة، المعاني الثلاثة اللي احنا قلناها يا شيخنا، إما بمعنى اسم فعل بمعنى دع أترك يعني، وبمعنى المصدر، والموضع الثالث إنه هو إيه يا شيخنا؟ بمعنى كيف. قال واستعملت معربة مجرورة بمن وخارج عن المعاني الثلاثة، وفسرها بعضهم بغير وهو ظاهر، وبهذا تقوى من يعدها في ألفاظ الاستثناء. يعني ما أقول مثلا حضر الطلاب بلها زيدا، يعني كلمة غير زيد يعني، أو بلها زيد على مثل غير يعني. فلما أقول مثلا حضر الطلاب بلها زيد يعني غير زيد، عشان كده جعلوها إيه؟ أداة من أدوات الاستثناء. وكده احنا انتهينا بفضل الله، والمحاضرة القادمة إن شاء الله هنشرح حرف التاء. انتهينا من حرف الباء، ونشرح إن شاء الله المحاضرة القادمة إن شاء الله. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.